مؤسسة القلب الكبير وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية أنادير، يسعيان من خلال هذه الدورة التدريبية التي نظمت للتجمعات النسائية بمنطقة بحر الغزال إلى جعل النساء بالمنطقة مستقلات ذاتيا، وذلك حول كيفية الاستفادة من المشاريع الصغيرة ذات الدخل المادي. وعليه فقد استفادت منها 120 امرأة يمثلن محافظات بحر الغزال الأربع. وبعد 3 أيام من العمل جاء حفل الختام الذي قدمت لهن سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير عبر ممثلها كودو شوكوتيجاني فيه هذه الماكينات والمعدات الزراعية. قمنا بإجراء دورة تدريبية لكل النساء المنتفعات من أجل إدارة تشغيل الآلات وكيفية صيانتها، وهذا إن دل فإنما يدل على تنفيذ سياسة فخامة الرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو إلى تحسين دور المرأة التشادية. برقية شكر وعرفان جاءت على لسان بعض المستفيدات. شكرناك يومين ثلاثة أربعة جينا كل شكرناك لأننا وينا كل يمينا هلاس خلاص اول شغل النافيه نادو ما نادو والسخون. رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير أشار إلى أن هذه المعدات تساعدهن في سد حاجاتهن اليومية، كما دعا الجميع إلى استعمالها على الوجه المطلوب. العالم الريفي تعبانين. الفونداسيون هو يشيف مكان التعب قاعد يمشي توالي. عشان ده جبناه أوينا أنا بروفينس أنا بعمل غزالة فوق النسوان التعبانات الإندوم أسوسياسيون ده. نحطه في ايدينهم عشان هم يستفيدوا ويشيلوا عن شارج يعطوه لهم. ومن جانبه والي ولاية بحر الغزال أحمد حسين مبني شكر أخوه الآخر سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على عطاءاتها المتواصلة. وين تابانين بايدن يلقوا فايدة فوق وريسبونسابيلتي أنهم هم سيادة يسووا شغل ده فكرة فوق وجابوا ماشين دول ده دونك نشكره كتير. هذا وننوح إلى أن المناسبة شهدت كذلك مداخلة ممثل مؤسسة القلب الكبير ببحر الغزال أحمد جدي، حيث دعا فيها جميع المستفيدات إلى العناية بهذه المعدات.